إذا على بركة الله نبدأ من خلال انطلاق ثاني أشواطنا في هذا الصباح وانطلاق الشوط الثاني، الشوط الخاص بالجعدان الذي أعلن اندفاع جولة جديدة وانطلاق نوع آخر من خلال هذه اللحظات. نبدأ من البداية في هذا التحدي وهذا المسار، مسار 2 كيلومترات، المسافة المعتمدة لانطلاقات الجولات التأهيلية في نجم المرموم. على بركة الله إذا نبدأ من أول انطلاقات ونبحر في المقدمة هو المتحد. المتحد لعبيد بن غدير الوهيبي اللي على المركز الأول والصدارة الأولى، المركز الثاني هناك على ثاني لسيد سعيد بن عبيد بالضبيعة اللي على ثاني المراكز، شاهين على ثاني المراكز، المركز الثالث دخول قادم من سراب لأحمد بن غنام الهاملي، وعلى المركز الرابع ضغط ناصر بن سالم العامري اللي على المركز الرابع، وخامس المراكز هنا شاهين سعيد بن طبازة العامري، انتقل إلى المركز السادس وشاهين سلطان بن أحمد بن سلطان بن رشيد، بينما المركز السابع هنا دخول قادم من الواعي يمع بن عمي المنصوري، وفي المركز الثامن سيد مسعود بن طحنون الهاجري، وفي تاسع المراكز ممنوع سالم بن سعيد بن مناني السويدي، أما المركز العاشر هناك مظفر محمد بن العضيلي ظبيان. هذه المراكز الأولى، التحديات الأولى، الشعارات التي قدمت أيضا للمشاركة في هذه الانطلاقات وفي هذا التحدي. العودة إلى البداية، العودة إلى ضغط من ضغط على مقدمة الشوط ناصر بن سالم العامري، ما شاء الله، ولكن شاهين سعيد بن عبيد بالضبيعة الذي على انطلاقة هذه السلالة الممتازة في هذه اللحظات على الصدارة. شاهين إذا سيطر وأرى هناك هجوم قادم من هذه اللحظات، ضيف سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين اللي قدم هذه الانطلاقة، ولكن شاهين صامد على المركز الأول، الصدارة الأولى، التحدي الأول، ما شاء الله شاهين وضيف، منافسة ما بين الاثنين على مقدمة هذا الشوط. هل يبقى السلام هنا في نزوة أم يرحل إلى المملكة؟ بالفعل يا سلام، تهانينا والناموس لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين على فوز ضيف بهذه الانطلاقة، وسلام يا المملكة. هناك المركز الثاني شاهين سعيد بن عبيد بالضبيعي، المركز الثالث الغربي عامر بن زايد المنصوري، وفي المركز الرابع المراكز الثلاثة الأولى إذا التي قدمت هذا الشوط في أول انطلاقة مع هذه اللحظات، مع هذه البداية الأولى، ما شاء الله. التوقيت الزمني 2:58 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين على فوز ضيف في هذا الشوط، وسلام يا المملكة، سلام على هذا الأداء. المركز الثاني كان من نصيب شاهين سعيد بن عبيد بالضبيعة 2:58، خمسة من الأجزاء من الثواني أيضا، تهانينا والناموس. والمركز الثالث الغربي كان من في المركز الثالث عامر بن زايد المنصوري 2:58، تسعة من الأجزاء من الثانية، إذا تهانينا والناموس. نذكر الجميع بانطلاقة الجولة الثالثة من نجم المرموم هنا على تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم، حيث تقرر أن تكون الجولة الثالثة بإذنه تعالى يوم الخميس 29 من شهر سبتمبر عام 2011، يعني 29 إعطاء المزيد من الوقت والمزيد من الفرص للأخوة المشاركة في انطلاقات هذه الرياضة، انطلاقات رياضتنا العربية الأصيلة على تحفة ميادين السباقات. إذن على